السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين، وأهلا بكم بهذه التغطية الخاصة لزيارة الأربعين. لأن العراق أرض الظهور فنحن حسينيون حتى الظهور. هذه الجموع المباركة اللي اجت من كثير من البلدان، مو فقط من العراق، من الجمهورية الإسلامية في إيران، من باكستان، من الهند، من دول الخليج. بالبداية نحدد موقعنا اليوم للمشاهدين حتى يعرفون تفاصيل أكثر وأكثر. إحنا اليوم في طريق نجف كربلاء، إحنا أقرب إلى النجف بحوالي 22 كيلو متر، وبعدين عن كربلاء تقريبا بالسبعة 57 كيلو. أحبة المشاهدين، هذا الطريق اللي يعتبر أكثر الطرق اكتظاظا في هذه الأيام، لأنه أكثر الزائرين اللي يجون من خارج العراق يمرون عبر هذا الطريق. اليوم تغطيتنا الخاصة والمباشرة راح تكون حول موضوع الخدمة والزائرين، وأيضا جموع من مختلف اليوم الألوان، من مختلف القوميات، حتى من مختلف المذاهب تشارك بهذا الجمع المبارك. شنو السر اليوم الكبير بهذا الموضوع؟ سر هناك رايات كثيرة هذه السنة التي تتكلم انه نحن حسينيين حتى الظهور، فما هي هذا الرسالة اليوم؟ لأن العراق أرض الظهور مثل ما بدينا حلقتنا لهذا اليوم. تغطية راح تكون لمدة ساعة، نتحدث فيها بكثير من التفاصيل، ممكن نعيش المشاهدين أجواء الزيارة من منازلهم، ممكن ناس تعذروا على الوصول اليوم إلى الأماكن المقدسة في ذكرى الأربعين. بالبداية خلينا نشوف أصحاب المواكب ونتكلم وياهم، نشوف أنواع الخدمة، يعني حقيقة حتى ناس كبار بالعمر وأيضا كبار بعطائهم اليوم خدمة لأبا عبد الله الحسين. السلام عليكم، شلونك حجينا؟ الله يحفظك، الله يخليك، على راحتك، الله يخليك، صحتك شلون؟ الله يخليك، الله يخليك. حجينا، انت اليوم اول شخص راح نلتقي وياك. نعم. اليوم اكو فد كلمة انتشرت خلال هذه الزيارة. نعم. وهي حسينيين حتى الظهور. ان شاء الله. اليوم شنو سر هذا اليوم؟ كثير من اللافتات شاهدناها اليوم بهذه الزيارة. ان شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته. هذه الزيارة أنت تشوفها مليونية، هاي ما واحد جايبها قوة، هاي اجت هي من نفسها. وهسه هذا الزخم قبل مدته. نعم. احنا مو هسه الزخم عندنا يصير، الزخم عندنا من فوق من 10 13 وفوق يصير زخم لهاي الزيارة. هاي الزيارة من الله هي. هاي من الله، هو الله سبحانه وتعالى هو يسيرها، وإلا هذا العدد الهائل مو هين. يعني كل السنوات مو هين هذا العدل. هاي وحد مسير ويمشي بنظام وكأنما واحد منظمه، وهو ان شاء الله صاحب الزمان منظمه، عجل الله فرجه وسلم بحق محمد وآل محمد وبحق صاحب الزمان ان يكفي شر العراق من كل الناس المغرضه، بحق محمد وآل محمد. نعم. والسلام عليكم. حجينا نريد نعرف معلومات حول موكبكم، الاسم، تاريخ التأسيس، الخدمات اللي تقدموها. احنا من بعد السقوط هذا. نعم. الله سبحانه وتعالى قسم لنا هالموكب هذا. نعم. ونخدم به. اسم الموكب؟ موكب بركات الزهراء النجف. نعم. الاشرف. نعم. فهذا الله سبحانه وتعالى هدية من الحسين هذا الطانية. اها. هدية من الحسين، وان هذا الخدمة هي مو هينة، هاي مو كل واحد يحصلها. نعم. هاي الله سبحانه وتعالى اللي الله يريد يرزقه من هالرزق هذا. نعم. هو يحصل. يا حجينا قبل ما اجي اسوي وياك لقاء، اذا تريد تقوم قلت انا ما اقدر اقوم. زين اليوم 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 على شو اسمه صلى الله عليه، اليوم اكو يجوز ممكن شخص بغير دوله من غير مكان يقول ايش جابر هذا الحج انه متعرض لها صحته شويه مو تمام وده يخدم، شنو السر؟ حب الحسين، ما مجبورين احنا، حب الحسين ها جايبنا احنا. الحسين رفع عنا اشكال ورناق، احنا ذبوها علينا الجماعه، بس الله رفعها عنا، رفعها عنا بحب الحسين. والا احنا كل الناس اللي هي مغرضه تريد هلاكنا، ما تريد هاي المسيره تتوسع، وان شاء الله الله يوسعها بقدره الله ربي يحفظه وصاحب الزمان، والله يخليكم على الجهد هذا اللي انتم قاعد تقدمونه انه بحق محمد وآل محمد. الله يحفظك حجي، مشكور، الله يخليك، الله يحفظك.
طبعا نلتقي الان ايضا مع اخونا مين من الاهواز. من الاهواز جيت تعتذر وياك، جيت بسياره او مشي او من وين؟ لا والله امشي وانه بصعد وريلي ما عانني. قبل ايش قد طلعت من بيتكم بالاهواز؟ والله هاي لها 4 ايام. 4 ايام اها، يعني من الحدود مشيت لو من وين مشيت؟ لا والله من الحدود. من الحدود من وين يا من فد دخلت؟ دخلت من شذابة. شلامسه؟ لا شذابة. هاي ما اعرف الشيب. الشيب الشيب يعني. اليوم من قبل ما ابدا التغطيه الى اليوم من اسوي وياك لقاء، شايل هاي الصوره لشهداء قادة النصر ربي يرحمهم ان شاء الله، شنو السر هاي الصورة المحتفظ بيها من البداية إلى النهاية؟ والله هم شرف وهم ردوا داعش. أي والله قاسم سليماني ومهدي الله يسترهم إن شاء الله بالآخرة ويحفظهم. أي والله جايب وحدك لو وياك عائل؟ والله واحد وحدك. أجا ماكو أصدقاء وياك؟ إن شاء الله نيت أنا سابع على الحسين. أنا هاي اليوم رابع هيك رابع. اي والله يا تمدل. سمعنا ان الاخوه الايرانيين في المنافذ ممكن ما لقوا سيارات قليله، لو زينه كانت. لا لا زينه. اي والله الدوله الحكومه تجيب الناس. نعم. اي والله بسيارات. هذه المحافظات اللي وياكم خدمه. نعمه. اي والله نعمه الحمد لله. الحمد لله. هم ولد عمنا. أيوة عشائر نحن مرتبطة. أيوة الله يحفظك. أيوة الله يخليك. طبعا حبيت المشاهدة من وين؟ من وين؟ أنا من تعال تعال تكلي حبيت ما شاء الله من نينوى من الأهواز من مدينة المنورة، التقينا ويا ناس من الكويت من البحرين. اليوم قضية الإمام الحسين لا تعرف حدود. اليوم كل هذه المدن الناس اللي مثلتهم اليوم في هذه الزيارة الأربعينية اليوم مثلت رسالة إن الحدود السياسية، الحدود اللي صنعها المستعمر ستتفكك باسم الإمام الحسين عليه السلام. لبيك يا حسين دائما نقولها، حسينيين حتى حسينيون حتى الظهور دائما نعيدها. لأن ليش؟ لأن العراق هي أرض الظهور. خلينا نتجول نشوف أيضا. طبعا ممكن عذرا انه ممكن ما راح نسوي لقاءات كثيره بالشارع، لان الحقيقه اكثر الزائرين من خارج البلد، ممكن موضوع اللغه ممكن تصير علينا صعوبه. لذلك حتى لو الاخوه كلهم على يعني تاج راسنا ونتحدث وياهم بكل اريحيه ان شاء الله، واهم شيء الرساله الحسينيه تصل باسرع وقت. اتوقع هذا ايضا موكب من الجمهوريه الاسلاميه في ايران، موكب إمام زاده محمد عليه السلام. وأيضا يعني الأعمار المختلفة اللي قاعد نشاهدها. خلينا ندخل لهذا الموكب، خلي شباب ندخل لهذا الموكب نشاهد شنو الخدمات. السلام عليكم، شلونك؟ الشاطئ بخير؟ مأجور. سالم مأجور. من وين؟ كاشان. از كاشان. عشان هاي محافظة بإيران. إيران. كم يوم هنا؟ ثلاثة يوم. ثلاثة أيام. شو تقدمون هنا خدمات؟ ماء البارد، طعام، شربة إيراني. إيراني. شنو هذا؟ شربة إيراني كولاب بدمشق. هذا ماء شربة إيراني. يعني ماي محلى. مأجورين. شلونك حج؟ ممنون. سلام عليكم. سلام سلام. من وين؟ هم من نفس من وين؟ في ايران. كلكم تشرفنا بيكم، تشرفنا بيكم. خلينا نتجول ايضا، هذا موكب صار له 3 ايام خدمه مستمره لزوار الأربعين. مثل ما قلنا اليوم الضيف والمضيف كلها بخدمة الإمام الحسين. يعني اليوم ممكن اللي يجي من إيران أو من دول الخليج أو من دول أخرى حتى الدول الأوروبية ممكن يكون فقط بصفة الضيف، ولكن لا، الحمد لله شاهدنا مواقف مو عراقية تخدم الزوار العراقيين وأيضا الزوار من خارج
للعراق. طبعا احبة المشاهدين، بما انه الكثير يعني انت من نينوى؟ من نحاوة نينوى. وين من نينوى؟ الاحفر، قضاة الاحفر. من الاحفر وصلت هنا شو وقت؟ والله تقريبا اسبوع صار لي. صار لك اسبوع؟ اي الواقع هنا ما بيته؟ اي انت يعني زار دا مالي موقف السلام موقف؟ اي هذا شو اسمه؟ باركات الزهراء. كلكم انت الاحفر؟ نعم. تعرفنا به حسين. هذه خدمتكم راح تستمر حتى الظهور ان شاء الله. ان شاء الله. انا حاج الله يخليك. من وين؟ من اصفهان. من اصفهان؟ اي وين تمشي من الحدود؟ من اصفهان مشينا الى هنا. من اصفهان؟ نعم. كم يوم؟ صار 25. 25 يوم؟ نعم. تعبان؟ شوي شوي مشينا. الخادم الحسين. من الحسين؟ اي انا كان ولد الكاظمية سنة 70 طردونا، كان بيتنا بالسوق السربادي ينبسط سي جعفر ولد الكاظمية طردونا هسه بالاسبان. النظام البائد بحدود التبعية. مرات الظل. اي نعم. اليوم انت تدخل الى العراق مرفوع الراس وانت واحد من عند خادمك والله. حتى اعلى مود تساعدك؟ عيني؟ هاي اعلى مود تساعدك هاي العصا؟ رجلي يوجعها. والله وايد مشينا وايد. 26 يوم. 20 يوم والله. الله يساعدك. الله يساعدك. الله يسلمك عيونك. اهلك. مرتي وابني هذول هنا. ربي يخليك. خادمك عيونك. اهم شيء يا رب ترجع سالم. الله يسلمك عيونك. في مال الله. قد عمرك؟ انا 67. الله يحفظك ويطول عمرك عيونك. في مال الله عيونك. الله يحفظك. الله يحفظك. المشاهدين مثل ما تشاهدون يعني احد الزائرين من مدينه اصفهان الايرانيه 26 او 25 يوم الى ان وصل الى بدايه طريق نجف كربلاء. طبعا مستمرين بهذه التغطيه المباشره ومستمرين يعني بهذه التغطية. تعال شونك؟ شونك؟ بارك الله يحفظك. طبعا احب نترك هاي للزائرين وراجعينكم بعد. المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى الدفان يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور يجد في المسيرة وناهيون أصحاب البصيرة مع السجاد سهر والأميرة فقد ضلت بلا ذيك الأيام تشوف روحك ويا الحسين عليه السلام. شوف ركض وحصار ورمي وقتل وشوف أنت حاضرة بقلبك كربلاء. السلام عليك يا ابو عبد الله الحسين. يا حسين بظلمة يرنا وطيحنا بيك امنا. حسين يا حسين طريق العلماء. هذا كان الإمام الخميني والعلماء كلها تجي على هذا الطريق.
احنا وحسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها تجيلة. السيد حسين، السيد عباس، السيد علي، السيد سعد، ابو هدمه، احنا خدام الحسين ابا عن جد. احنا جدنا كان عالم ديني، رجل دين، ونزوح امنيا من الاحواز الى البصره الى الديوانيه، هو وقبيله الحيادر. فالسيد هنا كان هو خادم الحسين، كان تجي الوفود الزوار، علماء الدين، مضيفه مفتوحه 24 ساعه، مضيف قصب. حتى المراكب منها كان الميناء طويريج، الميناء طويريج، فتجي وين؟ يم السيد. وغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه اراؤنا فيه جميعا. هذا الطريق كانت تجي الى المحافظات الجنوبيه، هذا طريق البساتين يعني السري عن جلاوز الصدام. فتجي منا زوار تمشي منا. احنا وين كانت مواكبنا؟ مواكبنا هنا، يعني مواكبنا متنقله، مرات هنا مرات نطلع على الشارع، ومخلين قدامنا ناس يعني مثل لاجئ دوريات البعث لعنه الله عليه. فتخبرنا يعني شلون تخبرنا على الباسك اللي يجي. فهذا الطريق، هذا السر، هذا يسألون منين من ذيش المناطق، يقولوا له وين اللي عن النقطة الأمينة يم السادار بهدمة. فيصير عندنا تجمع مع زوار هنا، هذا الطريق منا هذا أمين، هذا السر، هذا الطريق سر يعني. السلام عليكم. يعني قسم يودون استخبارات علينا، قسم دوريات. احنا كنا وين ننام؟ ننام بالقصبة. كانت الزوار يعني بكثرة منا علينا، فطلعوا علينا والرمي عشوائي، يعني ماكو يعني طفل مرة يمشي بالشارع يعني، ويتهموننا شنو؟ إيرانيين يعني يتهموننا خميني. فيشفتون علينا بالدوريات ورمي عشوائي على الزوار وعلى البيوت. فوين تنطر الزوار؟ قسم تظل نخليها نحصلها بالبيوت جوا، وقسم وين؟ على الفرات. هسه هذا فرات المقابلنا، راح اراويكم كم زاير ضربوهم البحثيه على الفرات، وقسم استشهدوا من عندهم. قسم ثلاثة ايام ظل يلا طوف بالماي. هذا شهيد من كربلاء، سيد هنا طلعناه من الفرات. وقسم اللي غرق بالماء، او قسم طوارئ الحله هم تطلع علينا من هناك، هم تضرب الزوار. وين قسم اللي يعبرون لهالصوب يغرقون بنص الفرات. فهنا الجلاوز الصدام لعنه الله عليهم، هنا قاموا يضربون عشوائي، يقتلون، يطلعون علينا دوريات اللي يكمشونه قبل اعدام. انا 10 اعدامات بس طلعني ببركات الامام الحسين، الله والامام الحسين عليه السلام من جلاوز الصدام. 10 اعدامات الله شاهد، اني واللي يسمعني وياي من اهل المسيب. احنا بالكمشونة بال91 من انتفاضة شعبانية، واخذونا للمحمودية ويا جماعة من المسيف، جماعة من خان النص موجودين، فاخذونا ساحة اعدام. احنا كان شنو
كان شادين عيوننا مقيدين ايدينا وواحد ورا الثاني. وقلت لك من سجن رقم واحد الى الشعبه الخامسه الى سجن ابو غريب الاظلم هذا الى يعني سجون ما شايف حتى لقينا كراد من ال 85 من ال 82 كراد يعني الشعر مالهم مساوي راسهم واللحيه. فقاموا يجيبونا كل 200 نفر 300 نفر بغرفه صغيره. النوب جابونا بسجن رقم واحد حتى ذبوا الناس بالتيزاب. وزوار السماء سوى أهل الفداء وزوار السماء فدائيون كفدي النحور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور أنوار الهداية عليهم راية العباس آية مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية جيوش الانتظار أتوا للانتصار جيوش الانتظار أتوا للانتصار وقاهيون حشد الظهور حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور ما أقدر أروح هناك أحمد؟ رجعنا وياكم محبة المشاهدين. طبعا ممكن عذرا لأي خلل ممكن يحصل ولكن الأجواء بالكثافة الكبيرة للزائرين حقيقة بعض المعدات ممكن يعني يصير فيها خلل أو شيء ممكن تضرب من أحد الزائرين وفدوة لكل الزوار أبا عبد الله الحسين. طبعا مثل ما قلنا مستمرين الآن تقريبا ستبدأ صلاة المغرب والجميع اليوم الجميل جدا أنه كل الصلوات الخمسة يكون جماعة دائماً في المواكب وهذا حقيقة شيء إيجابي جداً وجميل. خلينا نتجول ونشوف يعني نبدأ بهذه الصفحة نشوف أيضاً لأن هناك العديد من المواكب الجميلة جداً. خلينا نستمر ويا الأخوة ولو تعبناهم أخوتنا. السلام عليكم شلونك؟ إن شاء الله بخير. أخبار من وين؟ من إيران؟ إيران. وين إيران؟ وين إيران؟ طهران، قم، مراغي، أذربيجان، مراغي، أذربيجان، أذربيجان، مدينة مراغي. كم يوم يا إيران؟ ثلاثة يوم. طبعاً أحبة المشاهدين مثل ما قلنا هذا الشارع أو طريق نجف كربلاء مكتظ جدا بالزائرين من خارج العراق وهذا يوم تثبت انه حتى القضية الحسين وحسينيون حتى الظهور مستمر رغم كل الانظمه البائده رغم كل الحوادث رغم كل الظروف رغم كل الفيروسات هذا الاستمرار وهذا الزهر. احد المعلومات احبه المشاهدين نحن مقبلين على اكبر زياره مليونيه اربعينيه في التاريخ لأن لحد الآن بعض الأرقام تشير أنه أكثر من 8 ملايين زائر من خارج العراق وإحنا دائما نعرف أن العراق تقريبا 23 إلى 25 مليون زائر إضافة إلى الجنسيات الأخرى الرقم سيكون كبير جدا. ربي يحفظ أصحاب المواكب ربي يحفظ كل من فتح بيته ومن فتح من اليوم الحسينيات وفتح حتى المدارس من أجل يوم استقطاب الزائرين اللي جايين راجلين او جوا على الحدود العراقيه. خلينا نستمر
نستمر اليوم الى يعني هذه احد المواكب احبة المشاهدين اللي مشرع ابوابه 24 ساعة، ايضا حتى المبيت موجود وخدمات كبيرة جدا، سنة بعد سنة تطور كبير جدا بتقديم الخدمات. هذه احد الاماكن اذا يقدر اغضين اخونا المصور ينشر، هاي احد اماكن الاستراحة، هاي الاستراحات الزائرين بمختلف من عوائل ويعني شباب وكبار بالسن حتى اطفال، حتى الاطفال هناك موجودين بالخدمة. طبعا ايضا كثير ربي يحفظك، شلونك؟ الله يطول عمرك. اخبارك؟ من وين؟ من ايران. من ايران من وين؟ عبادان. عبادان محافظة خوزستان. خوزستان. صار لك كم يوم تمشي من الحدود لو اجيت من مباشرة من منزلك؟ من البيت. من البيت صار لي 11 يوم. اجيت من البيت؟ نعم. يعني ما اجيت للحدود لا بس من الحدود حد النجف اجيت بالباص. احنا ما تعرفنا باسمك. انا محمد رضا خفاجي. والنعم. بيك. يعني ولد عم؟ انا بخدمتك. الله يحفظك. الله يحفظك. كيف شاهد اجواء الزياره؟ هذه السنه اعداد اكبر واكبر. هواي. نعم. والخدمه شلون؟ كلش 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 جميله، كلش حلوه. زينه. كلش زينه. وصولكم كان جيد سلس. اي والنعم بيهم اهل العراق والنعم بيهم. ربي يخليكم. اليوم نبتعد عن المسميات، ممكن العراق وايران او دول الخليج او كل دول العالم. اليوم اسم الحسين عليه السلام هو اللي يجمعنا. والنعم بالحسين. ربي والنعم بي. جايب وحدك؟ لا ويا الاهل. ويعني عائلتك كامله جيت؟ اي نعم. ويا اخوه ما شعرت بتعب او شيء؟ لا لا درب الحسين ما بيتعب ان شاء الله. مبيتكم وين؟ بالطريق. بطلع عند يعني الخدام مواكب. والنعم بالخدام. اها اي والنعم. هواي جو من خوزستان؟ هواي هواي هواي. عدد كبير جدا. ايه. شرفنا بالملايين. ربي يحفظك على راسي حبيبي. تاج راسي. الله يحفظكم. انت من وين؟ من ايران. من وين؟ من ايران. من طهران. من طهران. اي من طهران. تريد اترجم لك من الفارسي على العربي؟ انا اجرب بكال عن اليوم. انت تتكلم وياك. ام منو؟ ام جواد. ام جواد. ام جواد انت ولاده عايشه فيها؟ لا موجوده بالنجف بس ساكنه بايران. ساكنه بطهران. اي اي بطهران. نعم. شلون اجيتي؟ طريقه الوصول الى العراق؟ اجيت بالطياره ويا الاصدقاء 9 نفرات. اي. ورحنا بالنجف بيت جدي هناك. اها. بيتنا 3-4 ايام ورجعنا. مشاية الكربلاء ان شاء الله. وحدك لو؟ لا ويا اصدقائي ويا بنات عمتي. ممتاز. اي اي ربي 9 نفر جايين بس ابونا الله يرحمه العام كان ولا العام ما كانت كورونا كان وياي هالسنه بعد. اليوم وجودكم انتم تمثلون ابوكم. اي اي كل يعني بثواب امشي كل قدم اشيل للموت يعني بثواب الموت. ربي يرحمه. ام جواد اكو بنت لافتات شفناها خلال الطريق، اريدك ممكن تفهمينا عليها شنو؟ شنو يعني؟ حسينيون حتى الظهور. ما ادري شنو معنى يعني الى اليوم الى ظهور الامام المهدي عليه السلام حتستمر هذه الخدمه. اي اي ما دام يعني احنا طيبين لازم نمشي لحد الموت اللي يعمرنا يخلص، على مود الظهور الصاحب الزمان. نعم، يعني اليوم القضيه الحسينيه مرتبطه بقضيه الامام المهدي. اي اكيد. يعني احنا بعشق امام حسين وابا صاحب الزمان ده نمشي يعني. أه. بظهور صاحب الزمان شويه ما اقدر اتكلم على راحتك. اي متعودين على الفارسي هناك. اها نتشرف بك ام جواد. الله يسلمك. تحياتنا لكل الاهل دايمين. الله يسلمك. ربي يخليك. اسالكم الدعاء. السلام عليكم. طبعا وعليكم السلام. تعال شلونك؟ زين. من وين؟ بصرة. من البصرة. وصلتوا اهل البصرة مو بعد؟ لا وصف. قالوا واصلين للسماء. ايه الديوانية. لا طبول النجف. بس طبول النجف اليوم. ايه. صار لك كم يوم طالع؟ 13. من البصرة لو من البحر؟ لا من البصرة. ما طلعت من البصرة. وين بالبصرة ساكن؟ زبير. زبير. زين هسه اكو يعني ناس يقول لك انت اليوم عمرك صغير خو ما كان ظليت بالبيت على الطوبة ليش جيت؟ يا انا جيت للامام الحسين عليه السلام. يعني لك حب للامام الحسين؟ لي حب. زين انت جاي زائر فقط لو عندكم موكب تخدم به؟ لا جاي زائر واروح لاهلي ان شاء الله. لاهلي. حتروح هسه مباشره الى كربلاء ولا تبات يوم هنا؟ لا البات يم الولد. اها يم الولد يمكم. انت من وين؟ نعم هاي منطقتنا. هاي مو هاي شو اسمها هذه المنطقه؟ ابن عجل. شو اسمها؟ حماد. حماد. حماد؟ ايه. مشرف فيكم وعاشت ايديكم على الخدمه الكبيره جدا. ولو لابس مانشستر يونايتد. ربي يخليك. عاشت ايدك. ايه. ربي يحفظك ومأجور
وان شاء الله ترجع لبيتكم ولاهلك سالم غانم. الله يخليك. اللي طبعا شلونك؟ 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 تعالي تعالي، ايش خايفه؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ تعالي تعالي، شو اسمك؟ حتبكي. تعالي راحت، تعالي، ما تريد تتكلم، خجوله جدا. طبعا ما شاء الله الجميل، هاي طفله طبعا. الجميل جدا انه موضوع الخدمه الحسينيه ما تقتصر على عمر واحد، يعني اقسم بالله شفت ناس عمرهم 3 سنوات ويخدمون بالموكب، وشخص عمره 85 سنة ويخدم بالموكب. اليوم هذا الشيء الجميل جدا، نتشرف بك. الله يحفظك. شرف حبيبي. الله يعزك. من وين؟ أنا من النجف. من النجف. عاشت يديكم على الخدمة. للحسين ما خدمي معي. ربي يحفظك. الله يعزك. بسم الله الرحمن الرحيم، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. احنا خدام الحسين وماشيين على نهج الحسين من أب وجد، يعني من وعينا على الدنيا احنا على نهج الحسين. في مواليد انا 1994. الحمد لله والحمد لله، يعني ربينا على هذا الطريق وعلى هاي الخدمة، ونحمد الله ونشكره على هيك نعمة، يعني طانا نعمة يعني ما توصف. نحمد الله ونشكره. اليوم اهل النجف مستعدين اذا ازدادوا الاعداد اكثر، خلي يجي العالم كله. سفرة أبو عبد الله ممدودة من الفاو لحد كربلاء. ما شاء الله. خير كثير يعني ما ينعد. ما شاء الله. أكثر من شق لك، يعني مطار النجف لأول مرة أنوح على هاي. مطار النجف لأول مرة يعلن هتشي رحلات، يعني بالدقيقة و30 ثانية طائرة. يعني أول مرة بتاريخ مطار النجف من تأسس اليوم. فهاي نعمة. نعمة. يعني إحنا نفتخر بهتشي شيء، نفتخر والله العظيم. مو هاي بركات الإمام الحسين. من الحسين كان مو من واحد. هاي نعمة تزداد، وسنة عن سنة عن سنة. هالسنة تشوفها أكبر زيارة إن شاء الله، يعني زيارة خير من الله مبكرة وشهود مليونية بلا حدود، يعني نعم إن شاء الله عدد كبير. كل التحية والشكر لك عمري. الله يخليك. نجعلكم إن شاء الله. نتشرف بيكم. نتشرف بيك. شونك؟ أنت زائر خادم؟ لا خادم. يا موكب، يا موكب. موكب ولاء الحسين. موكب شو اسمه؟ ولاء الحسين. ولاء الحسين. اها، يعني ويا اهلك انت؟ ايوه. منو يخدم وياك من اهلك؟ انا واولاد عمي واهلي. قد عمرك؟ 12 سنه. ليش عندك جاي تخدم؟ ظل بالبيت. ليش اظل؟ ليش؟ يعني ليش جاي تخدم؟ للحسين. اها. ظل تستمر بخدمة الامام الحسين. ايش؟ كلام الواحد. لا خلنا نظل بالبيت، العاب، بلي، ظل العب طوب، ليش جاي تخدم؟ لا الحسين احسن من كل شيء. اها، تستمر لحد ما تكبر. استمر. شو اسم الموكب؟ ولاء الحسين. وين بالضبط؟ يا عمود. 279. 279. شو اسمك انت؟ محمد. يا ابن محمد يخدمكم خوش خدمة. مو شو توزعون هنا؟ لبن، أكل. إيه. شنو بعد؟ عصاير ولبن. وأنت شو اسمك انت؟ مشتبه. مشتبه، أخوه ابن عمه. ابن عمه. ابن عمه. أها، أنتوا فياتكم يعني كل واحد. جيد. تتقاسمون الوقت بيناتكم. اها ما شاء الله. ما شاء الله. انت ايش عندك؟ ايش جاي تخدم؟ انا اخدم زوار. اها، من يخدم اكثر انت لو محمد؟ ماكو نفس الشيء. نفس الشيء؟ اها جيد، عاشت يديكم، شكرا لكم، ربي يحفظكم، ماجورين. اليوم هذا العشق من الطفوله. اليوم ايش قد تحاول بعض الجهات غسل عقول الاطفال والمراهقين، ولكن لما نشوف محمد وابن عمه لا نطمئن. نطمئن لخمسين سنة جاية، المئة سنة جاية، إلى الظهور. إحنا مطمئنين اليوم على الجيل الحسيني. ممكن واحد أو اثنين أو ثلاثة يشوهون سمعة الشباب العراقي، ممكن ينشرون أفكار منحرفة، لا. ولكن السواد الأعظم اليوم منهجهم منهج حسيني، وحسينيون حتى الظهور بهذا الشعار. هذا الشعار اليوم الأكبر اللي موجود بهذه الزيارة الأربعينية، ارتباط بين قضيتين مهمة جدا. ايضا يعني اليوم الزائرين متواجدين الان بهذه الاماكن ممكن كاستراحة، هنا أنا مو مبيت، لان اكثر المبيت اللي نشاهده تكون به سقوف. يعني ما شاء الله حتى اليوم المواكب متطورة جدا، ممكن قبل 4 سنوات 5 سنوات نجد المواكب يعني مو بهذا التطور الكبير جدا، لا اليوم لا، حتى اليوم خدام المواكب، خدام قضية الإمام الحسين عليه السلام،
عنده هدف واحد، هو راحة الزائر الحسيني. لين يعرفون يعني اليوم من ابو اصفهان جاي 26 يوم، ابو البصره جاي باكثر من 16 17 يمكن 20 يوم ايضا، الناس اللي جاي من خارج الحدود، حتى اليوم من العاصمه بغداد ممكن 3 ايام 4 ايام ايضا. يعني هذا اليوم تعب كبير جدا، ومثل ما نقول انه كل انسان عنده طاقه محدده، طاقه معينه. فاليوم قدام الامام الحسين عندهم شيء واحد، وهو اليوم الراحه الكامله للزائرين. طبعا ما شاء الله يعني مختلف الاعمار اللي موجود. شلونك؟ اخبارك؟ الحمد لله. اسمك؟ علي. ما شاء الله تشوفون الاعمار قاعد تخدم. علي من وين؟ من النجف. وين من النجف؟ من النصر. انا عبالي من العباسي. الله يحفظك. هذا موكبكم؟ ايه. شو اسم هذا الموكب؟ بركات الزهراء. بركات الزهراء. شو تقدموا خدمات؟ والله قاس دجاج وبيزا لحمة عجين. يعني هسه اذا اخلص اللقاءات اجيكم تطينا مو؟ ايه تطينا. فانت تاخذ اللفات اول. الله يخليك. قصف رجعت الاول متوسط. ها؟ رجعت الاول متوسط. رجعت الاول متوسط. زين دراستك؟ ممتاز. اليوم شنو خلاك تخدم؟ يعني مثلا اهلك جبروك لو انت تريد تخدم؟ لا انا ادخل. انت يعني مو اهلك قالوا لك تعال اخدم غصبا ما عليك؟ لا انا ادخل. انت تريد تخدم وترجعوني وهاي؟ لا مباشر. اتباتوا ما تحس بتعب؟ لا ما احس ابد تعب. ما احنا شغل متعب. لا ما احس ابد. ما تشوف تعب؟ ما شاء الله ربي يحفظك وعظم الله لكم الاجر والثواب ان شاء الله. تعال تعب. ها شنو هذا؟ خلينا نشوف. ها شنو؟ عوفني بروح امك. انا ما خلاص ما يريدوا. اكو بعض الناس ما تتقبل موضوع اللقاء. ايش عجب ملابس مثلهم؟ ايش عجب ملابس مثلهم؟ ضميت خاف علي غير ستلبسه وقت الخدمه. لا نميت وضميته. اها عاشت ايدك. شكرا لك. الله يخليك. الله يحفظك. هسه راح نرجع وياكم، بس احبت المشاهدين اترككم مع هذه اللقطات ونرجع بعد قليل. اشتغل في الاعلام المقاوم ضد العدوان على اليمن مدة ما يقارب 7 سنوات. محصلات الدراسية الجامعية بكالوريوس اعلام علاقات عامة واعلام. وكان من داعي السرور اني اتيت اليوم الى الزيارة. انا واعداد من الاشخاص لا يقارب عن 3 أو 4. نحن عندما أتينا إلى كربلاء الحسين سلام الله عليه كانت لنا يعني فرحة غير متوقعة، لأن احنا حضرنا هذا المسيرة المليونية التي يحضرها شيعة العالم، يحضرها كل منصف. وكان لنا الشرف الكبير في إقامة معرض في بعض المواكب الأخوان الشيعة في العراق وتوصيل رسالتنا الشعب اليمني ومنظمة الشعب اليمني. نتمنى أن يكون هناك حضور كبير للشعب اليمني عبر هذه الحسينيات وعبر هذه المواكب لتوصيل توصيل صوت الشعب اليمني. ليعلم العالم كله أن الآن اليمن تعيش في ظروف صعبة جدا، لا يستطيعون أن يأتوا إلى زيارة الإمام الحسين أو أن يذهبوا مثلا للعلاج أو إلى أي شيء. أصبحت الآن المطارات مغلقة، أما الباقي الحدود فيها كلها حدود بحرية. بالنسبة للحدود البحرية لا يستطيع المسافر اليمني لوجود البارجات الأمريكية والسعودية والتحالف الدولي هو الآن ماسك للبحر.
زوار اليمن وشيعة اليمن كان مستوى سن زيدية أو إسماعيلية أو 12، هم الآن لديهم استياء، هو استياء كبير جدا أنهم لم يستطيعوا أن يوصلوا صوتهم إلى الإمام حسين. عندما يمتنع عن هذا عن الحسين هو يكون عنده يعني مأساة كبيرة جدا، أنه لم يستطع أن يزور إماما لم يزور أن يستطيع أن يجدد البيعة لهذا الإمام. فالشعب اليمني كله لو كان الظروف موافية لأن يأتي سيأتي الشعب كله، لأنه شعب حر. ما حدث في كربلاء الآن، تحرق البيوت، تقتل الأطفال، تحرق، يحرقوا كل صغير وكبير مثل ما حرقوا خيام الإمام الحسين وقتلوا أطفال الحسين. الآن الشعب اليمني يقدم نفس الفاتورة الذي قدم الإمام الحسين، ونحن من هذا المنطلق نأتي ونستشعر هذا الموقف. الشعب اليمني يستمد من هذه الثورة الخروج ضد الظلمة. نحن حبينا هذا الذي قال إن العدو ركز بين اثنتين، بين الزلة والذلة، ولكن هيهات من الذلة. داعي سرورنا وحضورنا في هذا المسيرة العاشورية أن نحن وجدنا هناك تلاحم كبير جدا لجميع الطوائف الإسلامية. فوجد هناك أمة محمد، أمة الحسين سلام الله عليه. من يحضر في هذا الحسين العاشوري، يحضر السني، يحضر الشافعي، يحضر الشيعي، يحضر الدرزي، يحضر العلي. فكان هناك في هذا المسيرة العظيمة تلاحم، هناك أمة واحدة تمشي إلى الحسين سلام الله عليه مثل ما تمشي إلى أمة محمد صلوات الله عليه. من دول العالم لكي يعلم الغرب، لكي يعلم الأمريكان، لكي يعلم آل سعود أن أمة الحسين لم تمت، إنها أمة واحدة، لا فرق لا بين سني لا شيعي، لا فرق بين يمني أو مصري أو عراقي، إنما هو شعب أمة واحدة، شعب إسلامي. ونتمنى من الجميع أن يسمعوا صوت اليمن وأن يوصلوا صوت العالم. المشاهدين ومستمرين بهذه التغطية الخاصة لمراسيم الزيارة الأربعينية المباركة، نعم مباركة، ووجود اليوم أصحاب المواكب ووجود الخيرين من كافة دول العالم. اليوم قضية الإمام الحسين ما مخصصة لفئة معينة، لدين معين، لمذهب معين، بل هي للإنسانية جمعة. والدليل الموضوع اليوم انضم لنا ضيف من باكستان. وعليكم السلام. لا يزين عربي لو الحمد لله. شوي. من وين بالضبط؟ من باكستان. شمال باكستان. شمال باكستان. وين؟ كراتشي؟ لا، جلجت باكستان. جلجت باكستان. اليوم انت خادم في احد المواكب. اي انا موكب الامام رضا خادم. انت موكب الامام الرضا. الامام رضا عليه السلام. نعم. يعني هاي انت مستمر كل سنه تخدم بهذا الموكب؟ اي كل سنه الحمد لله. كل شنو رايك بالاجواء العراقيه، بالمواكب العراقيه، بالخدام؟ الحمد لله خدام زين، وايه احترام بالزوار. تقريبا انا 4 سنين يجي بالزوار مشي وايه زين الحمد لله. باكستاني، هندي، وايه زوار يجي. نعم الحمد لله زين. يعني رغم انه ما ندخل بامور سياسيه، هناك خلاف بين باكستان والهند، ولكن الزائرين يجمعهم حب الحسين. لا لا لا، هذا ماكو هيك. كل امام حسين يحبك، ما لي علاقه هذا سياسات، وهذا ما لي علاقه. حلو حلو. يعني الباكستاني والهندي والايراني والعراقي مختلف دول العالم يخدمون الامام الحسين. ايوه الامام حسين صح. ربي يخليك. شو تقدمون بالموكب مالتكم؟ امام رضا موقف بس يعني اي شو تقدمون باكل؟ اي اكل اشير ايوب كل الحمد لله موجود. ثلاث وجبات. اي ثلاث ايوب عشاء غداء غدا الحمد لله. الله يحفظك الله يحفظك. انت شو اسمك؟ انا علي اسمي. علي. يعني ليش يصيحوا لك رمان؟ رمان علي اسمك انا. دلع حيلك ربي يحفظك حبيبي الله يخليك. شلونك حجينا؟
الله يحفظك الله يخليك. من وين؟ من الناصرية ذي قار. من الناصرية من الشاطرة. صالك ايش قد طالع؟ والله البارحة جيت للنجف واليوم ان شاء الله. اها يعني المسير مالتك حيكون من النجف الاجرى. اكرم. اها ايش عجب جاي وياك الاطفال؟ هاي قضية الحسين سر بها الهي. اها ما نقدر يعني حب الحسين داخلنا يعني مو يسرب يعني موروث الحسين تنقلوا لاطفالكم. اها هاي هسه بنت سمع هسه هذه القصيدة جاي تمشي. وحدها هي تضرب بدون ما انا اقل. هي هاي الطفلة. هاي الطفلة الزهرة. كم عمرها؟ عمرها سنتين. ربي يحفظها ان شاء الله. وياك؟ نتعرف بيك. سيف. سيف، سيف من وين؟ هم الناصرية اكيد. يا صف. الرابع. صف الرابع. زين ايش قد متعب نفسك وجاي ويا ابوك؟ ليش ما قاعد في البيت ارتاح؟ الامام الحسين. يعني جيتك للامام الحسين. قدمة للامام الحسين. ربي يحفظك. انت جاي زاير لو تخدم المواقف؟ لا زاير. زاير. حتكملون ان شاء الله وترجعون. شو يمثل لك الامام الحسين؟ تذكر الامام الحسين؟ شو يمثل لك؟ يمثل لي اي كل شيء يمثل لك. ربي يحفظك الله يخليك. طبعا عظم الله لكم الاجر ويا رب ان شاء الله ترجعون سالمين غانمين الى دياركم. على راسي. ربي يخليك. مع السلامه. هذه المشاعر الحسينيه اللي اليوم تذوب جميع الجنسيات جميع الخلفيات القوميات وغيرها بشيء واحد وهو الامام الحسين وحب محمد وال محمد. نلتقي يا اخوي. السلام عليكم. تعرف السيد علي المدني من النجف قضاء المشخاب. عظم الله لنا ولكم الاجر في هذا المصاب الجليل باستشهاد سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام. نعم. وبعد نسمع يعني من عنده اليوم انت اهل النجف عمي قال بها قراب. شنو هذا؟ اكيد اكيد والله ما لامتنا القاع فرحانين بهاي الزوار المباركه وشرف هاي الخدمه. ولو نستطيع بعد ايش ما نملك نضحي باللي عندنا والما عندنا في خدمه زوار. بعض القنوات تقول وجود عدد هذا الكبير من الزائرين ياثر على شوارع النجف ويصير بالكهرباء قطوعات. شو ترد لهم؟ بالعكس هذا الشيء ما يصير. احنا النجف نستوعب ايش ما يجينا عدد اكبر نستوعبه. بالعكس نتشرف وخدمتنا لذول الزوار يعني هي الحياة للحسين. انت عندكم موكب؟ اكيد. اسمه موكب؟ موكب الامام الرضا. يا عمود. عمود 275. يعني نفس اللي يسموه هذا الموكب. اكيد اكيد. الحمد لله والشكر هاي الخدمة العظيمة للامام الحسين. نعم. يعني اليوم النجف تستطيع ان تستوعب هاي الاعداد لان هاي السنة اعداد اكبر. اكيد نتشرف وبعد تكون كل سنة اكثر من هاي الاعداد. نتشرف بيهم زوار الحسين من جميع الدول. الحسين مو للعراق فقط، لا طبعاً. الكل العالم نشرف بهم من اي مكان كان. ربي يحفظك سيد ممنون. الله يخليك. الله يسلمكم التوفيق. الله يخليك. السلام عليكم. السلام. نتعرف بحضرتك. سيد ميثم المدني النجف قضاء المشخاب. قرايبه يعني. اي نعم. الله يخليك. موكبكم الامام الرضا. موكب الامام الرضا الحمد لله وشكر. السنه الاعداد هائله الحمد لله. اكثر السنوات هاي السنه؟ الحمد لله السنه مضاعف يعني السنه كلش غير طبيعيه الزوار اللي نزلت السنه. فعبينا على انفسنا انه نخدم ليل مع نهار لخدمه زوار الحسين. نعم شاهدنا بعض اللافتات اللي مكتوبه على الطريق الزان خاصه بهذه المنطقه حسينيون حتى الظهور. شنو معناه؟ حسينيين حتى الظهور حتى قائمة آل محمد حتى ظهور قائمة آل محمد. يعني ما تفرقنا وما أي لا إرهاب لا يخوفنا ولا يلغي هذه الشعائر ولا تنتهي في يوم من الأيام إن شاء الله وتزايد سنة بعد سنة. يعني مستمر بهذه الخدمة. مستمرين إن شاء الله ما حيينا. رب يحفظكم. الله يحفظكم. شكرا جزيلا. الله يحفظكم. الله يحفظك. حجينا حجينا الغالي الله يساعدك. اهلا وسهلا. من وين هجي؟ انا والله اجيت من ايران من المحمره. من المحمره اجيتوا من هناك مشي لو وصلتوا للنجف؟ لا من النجف من الجنة مشي. اجيتوا مشي. شلون الدخول الحدود سهوله اكو صعوبه؟ لا والله الحمد لله يعني كل صعوبه ماكو دخول يعني سهوله الحمد لله كل شيء ما صار. ليه انت تعبان؟ ليش ما ظليت في البيت؟ يا اخوان ما يصير واجب علينا هذا بعد ما دام احنا اجتنا فرصه الحمد لله قبل ما شايفين. نعم نعمه من الله ونستفاد من عدها. يعني يوم 40 يعتبر واجب اليوم. واجب حتى نعمل اجيالنا نعلم اجيالنا اطفالنا كلها تتعلم على هالطريق هذا ان شاء الله طريق الحسين. اليوم بما انك اليوم جاي من المحمره من الجمهوريه الاسلاميه في ايران حجي اليوم رايك بالخدمه اليوم اللي قدمها هذه المواكب من مختلف الدول رايك هل الخدمه جيده؟
والله الحمد لله يعني يعجز الانسان عن وصف هذه الخدمه. الحمد لله الخدمه من كل النواحي، يعني الماكل مشرب يعني ماوى من كل النواحي الحمد لله، ما مقصرين الجماعه الحمد لله. صحتك زينه الحمد لله. صدق الحمد لله مفارس طبيه موجوده، مفارس طبيه موجوده الحمد لله، كل شيء موجود الحمد موجود. لله حجي جنب عائلتك. نعم نعم انا والعائله معي. ربي يحفظكم وترجعون ان شاء الله سالمين. ممنون مشكور ان شاء الله. مشكور حبيبي، ربي يحفظك. الله يخليك.